ان تحصل على ملايين الدولارات سنويا دون ان يكون لك اي عمل فهذا امر مستغرب لكنه في العراق امر حقيقي وتحديدا في قطاع الملاحه الجويه وبطله هذه الحكايه احدى الشركات البريطانيه شركه سيركو ذات النفوذ الغامض الذي جعل اجواء العراق رهن رغباتها منذ عشره اعوام بدأت قصتها عام 2011، عندما وقعت مع الحكومة ببغداد عقدًا بمبلغ 57 مليون دولار لمدة عامين لتدريب 200 مراقب جوي عراقي، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق. المبلغ تضاعف ليصل عام 2020 إلى 250 مليون دولار، وخلال كل هذه الفترة لم تدرب شركة سيركو سوى 70 مراقبًا جويًا فقط. في حين أن %10 من المبلغ الذي تقاضته الشركة يمكنه تغطية تدريب 200 مراقب جوي في أرقى أكاديميات العالم وثائق صادرة من ديوان الرقابة المالية لعام 2021 أكدت عدم إتمام شركة سيركو لشروط العقد وعدم وجود خطة حقيقية لتدريب المراقبين الجويين أو نوع الدورات التدريبية المراد إقامتها منذ عام 2011 وطوال هذه السنوات يقتصر عمل موظفي الشركه البريطانيه على الجلوس بالمكاتب فيما تتولى الكوادر العراقيه مهام مراقبه الاجواء وادخال الايرادات لخزينه الدوله الامر الذي دفع كوادر شركه الملاحه الجويه العراقيه للاعتراض وتسجيل الشكاوى تلو الاخرى لانهاء التعاقد مع هذه الشركه ولكن دون استجابه هذه الفضيحة المالية الكبيرة لم تحرك الحكومة بل على العكس تماما تقوم بمباحثات مع شركة سيركو لتجديد عقدها في العراق لمدة 15 عاما لجني مليارات الدولارات بوصفها شريكا لا يمكن أن تستغني عنه ما بات يطلق عليها مافيات الفساد المتحكمة بمفاصل الدولة